لا تكاد تهدأ هذه المدينة حتى تشتعل. ميليشيا الحوثي في أطرافها متأهبة للقصف، والمجموعات المسلحة من داخلها جاهزة للاغتيال. ففي ظهيرة الاثنين الماضي اغتال مسلحون ضابطا في الجيش في إحدى جولات مدينة تعز، وأكدت مصادر محلية مقتل القائد العسكري باللواء 22 ميكا المقدم عبد الله مقبل مع مرافقه محمد منير. بيان اللواء ميكا طالب الجهات الأمنية بالقبض على القتلة وإيصالهم للعدالة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في مواجهة الجماعات الإجرامية منعاً لانزلاق المحافظة نحو وضع يصعب السيطرة عليه. بحسب مصادر عسكرية ومحلية، فإن المدينة شهدت عقب عملية الاغتيال اشتباكات في أجزائها الجنوبية بسبب منع مسلحين قوات الجيش والأمن القبض على القتلة، الذين تعتقد مصادر مطلعة أنهم يتبعون يوسف الحياني القيادي في كتائب أبو العباس. وقالت المصادر إن الجيش تعرض لهجوم بمختلف أنواع الأسلحة من الكتائب المتمركزة في الخط الدائري. أن نبدأ صفحة جديدة نتجاوز فيها خلافاتنا، يكفينا خلافات. حدوث الاشتباكات بعد يوم واحد من وصول محافظ المحافظة الجديد نبيل شمسان جعل مراقبين يتهمون أطرافاً محلية وإقليمية بدعم سياسة خلط الأوراق بتعز، لكن وصول المحافظ بعد شهرين من تعيينه طرح أيضاً العديد من الاستفهامات حول تأخره، إلا أن محللين يرون أن تفجير الوضع بتعز من عدمه يبقى مرهوناً بتجنب المحافظ الجديد أخطاء سابقيه. وهل سيكون جزءاً من الحل أم من المشكلة؟